السلام عليكم ورحمة الله. كان أهل يثرب في الجاهلية وقبل دخول الإسلام وتحولها إلى المدينة المنورة تتألف من الأوس والخزرج واليهود. وكان الأوس والخزرج وثنيين يعبدون الأصنام، بينما كان اليهود أهل الكتاب. وكانت المرأة من الأوس والخزرج إذا كانت لا يعيش لها ولد تسمى مقلاة، وكانت تنذر أنه إذا عاش لها ولد أن يسترضع عند اليهود وأن يكون معهم على دينهم وأن يتهود. ثم جاء الإسلام وهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وتحول الأوس والخزرج إلى مسلمين، بينما ظل بعض أبنائهم على اليهودية. ثم جاء الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ألا نكره أولادنا الذين هم في يهود على الإسلام؟ ثم كان إجلاء يهود بني النضير في السنة الرابعة للهجرة بعد محاولاتهم لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فأتى الأنصار مرة أخرى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هم أبناؤنا وإخواننا. فأنزل الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكمال هذا الدين واتضاح آياته لا حاجة لإكراه الآخرين على الدخول في الإسلام، والإكراه هو حمل الغير على قول أو فعل ما لا يريد بالتخويف أو التعذيب أو ما شابه. فلا بد أن يكون الدخول في الإسلام بإرادة حرة ورغبة قوية لا إكراه فيها. قال جلال الدين الرومي: من الأنبياء تعلمنا الحرية، قد بان واتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال، وظهر الصبح لكل ذي عينين، وتبين بالأدلة والبراهين أن الإسلام هو دين الحق. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بكل ما عبد من دون الله ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت اسم لكل ما يطغي الإنسان كالشيطان وكل ما عبد من دون الله وهو راض، والعروة الوثقى هي الطريقة المثلى والدين القويم الثابت القواعد الراسخ الأركان. رأى عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه رؤية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه في روضة خضراء واسعة في وسطها عمود من حديد في أعلاه عروة، فقيل له ارقى أي اصعد وارتفع، فتعذر عليه ذلك، فأتاه خادم يساعده، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: فرقيت حتى كنت في أعلى العمود، فأخذت بالعروة وأمسكت بها، فقيل له استمسك وبالغ في المسك، فاستيقظ من رؤياه وهو على حاله مستمسك بالعروة، فقص رؤياه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى، لا انقطاع لها، فهي محكمة قوية دون دخول الجنة. والله سميع عليم. والله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأفعالكم، وسيجازي على الخير والشر بما تستحقون من الثواب والعقاب. ودعونا نختم بتلك القصة. كان لرجل من الأنصار يسمى أبو الحسين ابنان، قد تنصر قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم على يد تجار من الشام، ثم ترك المدينة ولحق بالشام واستقر بها. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسلم أبو حسين وكان ابناه بالشام، ثم قدم إلى المدينة في تجارة، فعرض عليهما أبوهما الإسلام فأبيا، فقال لهما أبوهما: لا أدعكما حتى تسلما. فاختصموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إكراه في الدين. جزاكم الله خيرا. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى
قال انفصام لها والله سميع عليم.